التاريخ واسمع ما يقول، فحكمته تزان بها العقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم هذه الليلة عن صحابي جليل استطاع أن يهزم جيشا كاملا بمفرده، ألا وهو الصحابي الجليل سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، أسرع الصحابة رضي الله عنهم جريا، فكان يسابق الخيل ومن أدقهم رميا، تشهد له مغازي النبي عليه الصلاة والسلام ومعارك الإسلام والمسلمين. أما هذه المعركة التي استطاع سلمة رضي الله عنه أن يتغلب على هذا الجيش، فإليكم بعض تفاصيلها. حياكم الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان له مجموعة من الإبل في أطراف المدينة فيما كان يقال له الغابة، وكان يرعى هذه الإبل ذر ابن أبي ذر الصحابي المعروف، ومعه زوجته ليلى، وكان عندهم غلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فأغارت قبيلة غطفان على رأسها عيينة بن حصن على هذه الإبل، قتلوا الراعي ذر وسبوا زوجته وأخذوا الإبل وانطلقوا بها إلى ديارهم. فانطلق هذا الغلام إلى المدينة حتى يخبرهم بالخبر. في هذه الليلة سبحان الله كان سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه ومعه غلام النبي رباح في طريقهم إلى هذه الإبل، وكان سلمة رضي الله عنه على فرس لأبي طلحة، فوصل إليهم هذا الغلام وأخبرهم بالخبر. فقال سلمة رضي الله عنه: ركب يا رباح هذه الفرس وانطلق لأبي طلحة وإلى النبي وأخبرهم بالخبر. وكان الوقت قبل صلاة الفجر. انطلق رباح إليهم، أما سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بطل هذه المعركة، فصعد أعلى جبل عنده يقال له سلم، أصبح ينادي: يا صباحة يا صباحة. وكانت هذه الكلمة تعني أن خطرا قد حل بالمدينة، فارتجت المدينة عن بكرة أبيها، فلا تسمع إلا صهيل الخيل وتكبيرات الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده. فما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلا الغلام رباح على فرس أبي طلحة يخبرهم الخبر. أما سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بعد أن صاح بهم ونبههم نزل من الجبل ولحق بالعدو، فتفاجأ الأعداء برجل يسير خلفهم بهذه السرعة المذهلة حتى لحق بهم. فكر إليه أحد فرسانهم ورجع إليه، فجلس له سلمة رضي الله عنه، ثم أرسل له سهما وهو يقول: خذها وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. فضربه رضي الله عنه ثم انطلق خلفهم، واستمروا هكذا. إن رجع إليه أحدهم جلس خلف شجرة أو خلف صخرة ثم ضربه ثم لحق به. وفي أثناء هذا الكر والفر استطاعت الصحابية رضي الله عنها التي سبوها أن تفر منهم وتعود إلى المدينة. استمر سلمة رضي الله عنه في هذه المطاردة، يصعد جبلا ويهبط واديا يسير خلفهم بهذه السرعة المذهلة. بعد أن حل بهم هذا الأمر أصبحوا يتركون بعض ابن النبي عليه الصلاة والسلام يتخففون، فيتركون واحدة ثم الثانية وهكذا حتى تركوا جميع ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلها سلمة رضي الله عنه خلف ظهره، لكنه استمر في المطاردة. هم فقد أذهلهم هذا الرجل وأصبحوا يتخففون من سلاحهم، فأسقطوا أكثر من 30 رمحا ما يطرحون شيئا، إلا جعل عليه سلمة رضي الله عنه مجموعة من الحجارة حتى يعرفها الرسول وصحابته الكرام. ثم لحق به فرسان الصحابة الأخرم وأبو قتادة والمقداد، وخلفهم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أكثر 500 من الصحابة رضي الله عنهم. فلما وصلوا فإذا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قد رد ابن النبي عليه الصلاة والسلام. كان ذلك اليوم كله لسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، وتعرف هذه الغزوة في السيرة النبوية بغزوة الغابة أو ذي قرة، وأنها وقعت بين قبيلة غطفان بقيادة عيينة ابن حصن وبين سلمة ابن الأكوع رضي الله عن سلمة ابن الأكوع وعن جميع الصحابة رضي الله عنهم، وجمعنا بهم ونبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم.